أظن على أنه العملية الجارية حاليا بعملية تسخيرات تمارا وبالجامعة الترابية لتمارا تحديدا، والتي تتم تحت إشراف والي عاصمة المملكة السيد محمد اليعقوبي. تصاحبها مع كامل الأسف مجموعة من التجاوزات والخروقات. أريد أن أؤكد في الأول على أن لا أحد يمكن له أن يقف أو يتصدى لكل مبادرة أو برنامج عمل تباشره السلطات العمومية المختصة للقضاء على دور الصفيح، لكن في اعتقادي يجب أن يتم ذلك في إطار الشفافية، الحفاظ على كرامة الساكنة، إنجاز مسبق للمساكن البديلة حتى لا تتم إعادة الإسكان في شروط غير لائقة، بل أن تكون الظروف مساعدة ومناسبة، وأن يتم استلام مفاتيح الشقق أو القطع الأرضية كما يحدث في جامعة ترابية أخرى مباشرة بعد استيفاء الشروط واستكمال المسطرة، بمعنى أنه بعد الانتهاء من عملية الهدم واستلام شهادة الهدم وقبل ذلك القيام بالقرعة وإنجاز الإجراءات إذا كان الشخص مضطرا لقرض بنكي أو إعداد أمور أخرى إذا كان حائزا على المبلغ المالي اللي يمكن له يدفعه مباشرة للجهات المعنية. إذن في هذه العملية يجب أن يستلم شقته أو قطعته الأرضية كما قلت كما يحدث في جامعات ترابية أخرى. لكن مع الأسف الشديد ما يحدث اليوم أصبح الوضع فيه يفرض على الساكنة الهدم وليس استلام البديل مباشرة، بل الالتجاء للكراء والانتظار إلى حين، حيث أن البعض وصل حاليا إلى 3 أشهر أو 4 أشهر من الكراء. هذا أدى إلى ارتفاع السمة الكرائية خاصة في مدينة تمارا، بل إن بعض المالكين لم يعودوا يقبلون بأن يكروا منازلهم لمن كان يقطن بمدينة بدور الصفيح سابقا، خوفا من أنه يمكن لهم ما يأديوش الواجب ديال الكراء الشهري أو يعزوا على أداء الواجب الكراء الشهري، وبالتالي سيدفعهم الأمر إلى اللجوء إلى المحكمة، وفيها نوع من المشاكل الإضافية التي يعتبر البعض أنه في غنى عنها. إذن بعض الأسئلة، وأنا دائما عندما أتحدث عن هذا الموضوع أطرح مجموعة من الأسئلة، منها مثلا لماذا يرغم السكان على الكراء ويدفعون كرها وظلما وحجرة لصرف أموال في الكراء وهم في أمس الحاجة إليها، إما لدفعها كتسبيق أو إضافتها إلى المبلغ المطلوب. كاين بعض الناس اللي عندهم بعض المبلغ المالي اليوم يمكن يكون كافي ذاك المبلغ المالي لأداء الواجب المستحق، ولكن قد يصرف جزء منه في الكراء فيكون هذا ظلم في حق هؤلاء الناس. لماذا ينتظر هؤلاء وقد اضطرهم كذلك يعني بهذا الشكل إلى صرف أموالهم؟ لماذا يتم ترحيل البعض منهم في انتظار التحاق من فرض عليهم الكراء إلى مساكن هي في نهاية المطاف عبارة عن جيتونات، دي جيتون يعني عمارات بإقامات سكنية من الإسمنت المسلح، دون حسب ما وصلني من معلومات دون بناء وإعداد تجهيزات الموازية والمواكبة لضمان الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وصون الحقوق الأساسية المرتبطة بالصحة، هنا أتحدث عن المراكز المستوصفات الصحية والتعليم، المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، والأمن من مراكز الدرك أو إذا تم إدخال الأمن الوطني من مفوضية إنشاء مفوضية الشرطة والمحافظات.
دوائر أمنية وشبكة الطرق الأساسية وإيصال وربطها بشبكة ديال المواصلات، إعداد بعض المراكز ديال الترفيه والألعاب بالنسبة للأطفال. لماذا تم هدم منازل الجيشيين وهم سكان قبيلة جيش الوداية دون تعويض أصحابها إلى حدود الآن؟ بل لماذا ينتظر هؤلاء الجيشيين، يعني ينتظرون وقد اضطروا إلى الكراء، في حين أن هناك مداخل ضخمة سبق لها أن أودعت بصندوق الإيداع والتدبير مقابل مشاريع عقارية راقية أقيمت على أراضيهم، بحي الرياض 1 و2 و3 وأماكن أخرى. السؤال المركزي لكي تطرح إضافة إلى هذه الأسئلة الفرعية، لماذا لم يتم تعيين عامل جديد على عملية تسخير التمارة منذ توقيف العامل السابق خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية؟ كيف يمكن لنا أن نتصور أن الوالي محمد اليعقوبي وهو عامل الرباط ووالي الجهة وله تفويض وزير الداخلية على مستوى الجهة يمكن له أن يدبر كل هذا ويقوم بكل هذه الأمور، وقد تراكمت ملفات على مستوى العمل الإداري داخل العمالة، وكذلك تأخر بالنسبة لممارسة سلطة الرقابة على الجماعات الترابية 10 التابعة للنفوذ الترابي لعملية تسخير التمارة؟ أظن على أنه الأمر يتطلب اليوم تدخل الآني للسلطات المركزية المعنية، أولا لتمكين الساكنة من الشقق وتخفيف عبء الكراء، وتحدث هنا عن من أرغم على الكراء، وتعيين عامل جديد والتدبير الجيد والشفاف، وهذه نقطة مهمة وجوهرية، يعني التدبير الجيد والشفاف للوعاء العقاري الذي تم تحريره حاليا والذي يعتبر من أغلى ما هو موجود في النفوذ الترابي للعمالة وربما للولاية ككل، وهي الأراضي التي احتضنت سابقا دوائر الصفيح التي تمت إزالتها، وتضيف مداخيل يعني بيع هذا الوعاء العقاري لتنمية مدينة تمارة. لماذا؟ لأن مدينة تمارة تأخرت بفعل الأضرار التي لحقت بها بسبب سوء تسيير المجالس المنتخبة التي تداولت وتناوبت على التسيير، وكذلك العمال ورجال السلطة الذين تناوبوا على تدبير الشأن العام ترابيا بها سابقا. وقد يكون هذا الأمر إذا دبر بشكل جيد مدخلا لجبر الضرر وإنصاف هذه المدينة مما ألحق بها بسبب ما قلته سابقا.